كوج هي من حواضر السودان. سويت علاني لغنى يا مستحق الغنى، اوه يا امنياتي وهواي ما لا سواك الغنى، اوه بختارك انت وكفاي مهما خطاي ملتك شافت سواك أمكنا بلدي وبحبك شديد بلدي وبحبك أنا. أنا عثمان محمد كباشي، وطبعا اشتهرت باسم عثمان كباشي كعادة الناس، يعني عادة يختصروا الأسماء والأشياء. أنا ولدت في عام 1963 في كركوج، وكركوج هي من حواضر السودان في منطقة جنوب شرق مدينة سنجة على النيل الأزرق. واتولدت هناك لعائلة، أصلا هي العائلة هذه يعني قدمت إلى هذا المكان من سنين بعيدة يعني. وأصلاً العائلة في أساسها نحن من عائلة أنصارية قدمت إلى هذا المكان من أم درمان، يعني شبيه بال يعني في بعد كرري، يعني شبيه ما يشبه النزوح. هذه العائلة نزحت إلى أولاً إلى مدني في منطقة جزيرة الفيل، ثم منطقة الشكاب الخليفة حيث ولد جدنا كباشي في ذلك المكان بعد كرري مباشرة. وبعدها ارتحلوا يعني جنوبا حتى استقر بهم المقام في كركوج. كركوج مدينة أو بلدة أو منطقة معروفة، يعني وردت في كتابات كثيرة جدا، كتابات التاريخ. إذا بتتكلم عن كتب المستكشفين يعني، أو ما يعرف بالرحالة ما قبل دولة الفونج أو أثناء دولة الفونج، ثم وردت في كتابات في كاتب الشونة، ده طبعا التاريخ السياسي لدولة الفونج أو دولة السنار. وطبعا ذكرت بعد ذاك في كثير من الـ يعني وثائق الفترة التركية، ثم وثائق الفترة المهدية، ثم وثائق العهد الثنائي والحكم الإنجليزي. هي المدينة هذه تقع في تقريبا في منتصف الطريق ما بين سنار مثلا وما بين منطقة الدمازين اللي هي الآن منطقة الرسيرس. وهنا كان في فازغلي، وهذه المدينة كان الناس يقصدوها ليأتوا منها بالبضائع يعني عن طريق النهر يعني، وكانوا يأخذوا مسافة في كركوج، وبالتالي أصبح فيها سوق يعني سوق من قديم الزمان، وهذا كله مذكور يعني. واستمرت المدينة بهذه الصفة وأخذت هذه الصفة. الشاهد انه سكان المدينه خليط من 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 كل بقاع السودان وحتى ما خارج السودان. يعني في هذه المدينه مثلا في عوائل اصول مصريه، وفي عوائل اصول مغربيه، وفي عوائل اصول كرديه، وهذول اصلا اتوا الى هنا مثلا بغرض التجاره. ايضا في عوائل من اقصى الشمال مثلا منطقه الرباطات. وعلى ذكر هذا نذكر انه بابكر بدري كان والده كان مقيم في كركوج وكان تاجر في كركوج، وهو ذكر ذلك في كتابه اللي هو تاريخ حياتي، ذكر هذا الكلام وبشكل مفصل طبعا. وما زالت هذه العوائل مقيمة حتى الآن. فهذه المدينة سوق. هذه المدينة ايضا من ملامح الاخرى
إنها اتوجدت فيها مدرسة تعليم نظامي من 1912، يعني مدرسة كركوج هذه أسست 1912 تقريبا، هي تاني مجموعة مدارس تقريبا في السودان، وده طبعا أيضا أعطاها مكانتها، يعني هي قصدت من الناس اللي ساكنين حولها، مثلا كان بيجوا يقصدوها للتعليم، وكان هذه المدارس كان فيها مدارس داخلية. دي مدرسة الأولاد 1912. بنفس القدر مدرسة البنات 1936، ده يعني يعتبر تعليم البنات بالنسبة لذلك الوقت كان متقدم جدا. فهذه واحدة من كلها من ملامح هذه المدينة. هذه المدينة أيضا هي عرفت بأنها يعني كما نقول هي مسكن أهلنا السادة الأشراف، يعني الشريف محمد الأمين الشريف الخاتم كركوج، ولا ذكرت إلا كركوج وإلا وذكر معها الأشراف. دي طبعا أيضا أعطت هذه المدينة زي ما بيقولوا قيمة مضافة يعني. فهذه هي كركوج التي ولدت فيها أنا ونشأت فيها لهذه الأسرة الأنصارية. جدنا كباش عليه رحمة الله كان وكيلا للإمام، كان وكيل للإمام عبد الرحمن ثم وكيلا للإمام الهادي، وهذا طبعا وكيل الإمام هو كأنه الذي يقوم مقام الإمام في ذلك المكان ويتولى شؤون الأنصار في هذا في هذه المنطقة. فكان بيتنا نحن بيت مفتوح للأنصار من كل المنطقة اللي حوالين كركوج، شرقا وغربا شمالا وجنوبا تقام فيها المناسبات العديدة جدا. وعندما يأتي يعني السادة الأنصار من أمدرمان مثلا كانوا لازم ينزلوا عندنا في البيت، وأنا طفل بتذكر يعني كل هذه الذكريات، ويعني ما زل استمر يعني استمر ذلك يعني من الجد للوالد، وحتى الآن أخي الأكبر هو تقريبا عضو المكتب السياسي لحزب الأمة، ويعني أيضا عضو في هيئة شؤون الأنصار. ده ما يتعلق بالعائلة. طبعا أنا درست في هذه المدرسة اللي يعني أنشئت سنة 1912، وطبعا هي قبلها درس فيها الأجداد ودرسوا فيها الآباء، والدنا درس فيها من الفترة من 1939 إلى 1942، يعني هذه فترة الحرب العالمية الفترة الحرب العالمية الثانية، وعنده حكاوي كثيرة جدا كان يحكيها عن هذه الفترة وعن هذه المدرسة. من ضمن هذه الحكاوي أن هنالك رجل في هذه البلدة يسمى محمد حسنين أبو العلا، وهو من عائلة أبو العلا المشهورة، وكان أحد تجار المنطقة أو تجار البلدة، ولكنه إلى جانب أنه تاجر كان رجلا كريما. يقال أنه كان يفطر المدرسة يوميا، يعني كان يعني يصنع الخبز ويقدمه للطلاب يوميا لطلاب هذه المدرسة. البلد الأجمل ما يكون أنا عيني رايداك وهاوية، ليه طينك وليه أرضك وليك والقمر الفوق سوحك ضاوية، البلد المهف منك اتنين والناس كلها مساوية، لو شافوك بعيني أكيد العالم كله حيعجب بك، وأنا شايفك من أجمل زاوية.